وزارة السكن والعمران والمدينة تعلن أنه بإمكان مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار 2001 و2002 من دفع الشطر الثالث والرابع من قيمة السكن ابتداء من تاريخ 5 سبتمبر المقبل، وذلك بسحب أوامر الدفع من الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة تطوير السكن عدل. أما فيما يتعلق بمكتتبي 2001 فالعملية تخص الولايات التالية، هي ولاية سيدي بلعباس، باتنا، الجزائر، عنابة، سكيكدة. هؤلاء المكتتبون مطالبون بدفع الشطر الرابع. كما دعت وزارة السكن مكتتبي عدل 2 الذين سددوا الشطر الأول من قيمة المسكن من دفع الشطر الثاني والثالث والرابع. أما بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 2 فهم مطالبون بدفع الشطر الثاني والثالث والرابع في الولايات المذكورة آنفا، على غرار ولاية طيبازة، سطيف، خنشلة، باتنا، عين تيموشنت وبشار. وعن الزيادات فأكدت وزارة السكن أنها تخص سكنات عدل 2 فقط. الموضوع يعني كما سبق لمعالي وزير السكن والعمران والمدينة أن صرح بأننا في يعني الزيادات هي زيادات طفيفة ولا تخص القيمة الإجمالية بل تخص الدفعات الشهرية للمكتتبين. هذا ومن المرتقب أن تشع وزارة السكن في توزيع سكنات عدل خلال الأشهر المقبلة، في حين ستكون ولاية تيبازا السباقة إلى توزيع سكنات عدل 2 مطلع الشهر المقبل.